تحياتي لجميع أينما كنتم، مرحبا بكم في هذا الموعد الأسبوعي الجديد والمتجدد من برنامج الانترفيو. عن الأيام الثقافية من 26 إلى مواطنين أنت تجيب أي وين دوركم الرقابة يعني؟ إحنا بعثنا رئيس مصلحة مشى ويواكب غديكا. احنا ديما اي تظاهرة تصير في المعتمديات عندنا المكلف بالمهرجانات ومتابعة اللجنة هذه تابعة في المهرجانات مشى وتنقل. شباب التونسي الكل توا اللي باش تسألوا قيس سعيد باش يقول قيس سعيد ما قدم لي حتى شيء. قيس سعيد حارب الفساد صحيح وكنا فرحنا ايه هذه خطوة نحو التقدم وحرب الفساد. نهار 25 جويل كنا فرحنا به. أما الثورة ما هيش أهدافها محاربة الفساد وكها ما هو يقول لك خطوة بخطوة. إذن أنت اليوم باش تفسر الشعبية الكبيرة اللي يحظى بها رئيس الجمهورية شعبية قيس سعيد ما عادش كقبل. العديد كان يحبذوا بكونوا أهل الاختصاص هما اللي يشاركوا في هذه الاستشارة وليس من هب ودب يعطي رأيه في التعليم. هو هذا في الواقع سمعناه من برشا وخيانة، لأنه اليوم ما نجموش نمنعوا ولي باش يعطي رأيه في تربية أبنائه. مقولة أنه بورقيبة خرج فرنسا أنا في ياسة تتفزني كإنسانيا كعقلي البسيط معناته. فرنسا خافت من بورقيبة خرجت تجري نضالات شنو النضال معناتها مشى لفرنسا هددها جاها شنو بالضبط معناتها مفاوضات سياسيه خرجت فرنسا هذا من 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 تلاعب العقول. ياسين ما نجموش ننكروا دور بورقيبه المهم في الحركه الوطنيه. ماماتي عزيزة يا غالية، أنا ياسر فخورة بيك طول عمرك وانت تجاهد باش احنا نقرأ ونوصل ونتألقوا وهذا يا هدف تحقق والحمد لله. أنا فرحانة برشا اللي انت توا وبعد سنين هذه الكل انت هي اللي قاعدة تنجح وتتألق بالروائع اللي تكتب فيها.